السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 زيادات لأصحاب المعاشات في يوليو المقبل. تعرف على التفاصيل. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء 16/6/2020 أن أصحاب المعاشات سيحصلون على 3 زيادات في شهر يوليو المقبل. وقالت نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحفي أن هذه الزيادة أولها هي إضافة العلاوات الخامس على المعاشات وتدريج وتدرجها، وتأتي الزيادة الثانية من خلال إضافة 14% علاوة دورية لأصحاب المعاشات بداية من يوليو المقبل. وبحسب الوزيرة فإن الزيادة الثالثة هي صرف المتجمدات الخاصة بصرف العلاوات الخمس، والتي ستصرف على 4 مراحل، وستصرف أول دفعة من معاش شهر يوليو المقبل على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل، والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021، والدفعة الأخيرة مع معاش شهر إبريل 2021. وقالت أن المستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015. وأضافت عن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات. وقالت أن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنوي. وقالت أن الوزارة أنشأت موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس أصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى. وكانت الوزارة أعدت مشروع قانون لزيادة المعاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي من تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات على أن تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة. ومنذ 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن كل من خرج للمعاش منذ 2006 حتى 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي سوف يستفيد من الحب. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.